اخوك في باله انت شكيت فيه؟ ايش تحب؟ سامحني سليم. كل عام وانت حي بخير عزيزي. لا يا اخي، مش نطلع عليهم بعد، مش نعم عليك، مش نمشي السهرية دي في داري وحدك. شو تحكي بجدك ما جاية؟ هيا شمسة، ما ماكش صغيرة عايشة اختي، هاني وقفت معاك من الاول، تعاوتاش نسالك امورك وحدك يا دار. طلبتك البارح ما جاوبتنيش. سامحني با، البارح عندي ديكا دورجونس وكل. علاش قلت باش تعاوني وانت ما تعرفنيش وهكا عطيت فيا الثقة؟ لو مامون اللي قلت لي ما نجيبش الصغار، شفت في عينيك وجعت في نعشك كل يوم. ديرني في بالك يلي نهواك. شو يحكي الدكتور بن عبد الله ذي؟ دكتور انكوا؟ طبيب ولا عندك دكتوراه في حكايه اخرى ولا شو حكايتك بالضبط انت؟ لاباس؟ سافا؟ من تعرفها اسمه؟ ها؟ من تعرفها اسمه؟ فرملي هوني. شو يحكي الدكتور بن عبد الله ذي؟ دكتور انكوا؟ طبيب ولا عندك دكتوراه في حكايه اخرى ولا شو حكايتك بالضبط؟ لا ما حد حكايه، اسمعني خاطر يحيى راك كل مره طلع لي بحكايه. لا لا مش حكايه، كذبت عليه في حتى شيء. مي سي بون سي بون. اسمعني لين دمان. عايش الله لاباس يا عبد العزيز. عايش ولدي، تعبتك معايا. لا ما عندي حتى مزية، احنا جيران وعشرة. راه بلايتك تعرف عاد وقتاش تاخوهم سي عبد العزيز هكا ولا؟ اي سافا، شو تحس في روحك؟ الحمد لله لاباس، الحمد لله. لا لاباس شعلة، لاباس. يعطيك الصحة سي عبد العزيز، من غير ما نوصيك كيما تفهمنا في الماكلة. داكورت، وحاضر باش، حاضر باش، ويعطيك الصحة ونهارك اسعد الايام. يعيشك يعيشك يعيشك. اسمع شمس، عارفي راهو متقلق شويه من الكريديت نتاعك، ووصاني باش نعطيك الفاتوره هذه. مليون ونص؟ ليه؟ في بالي اقل. هاكا كل شيء بالديتاي، وبلوس عندكم ثلاثة شهور ما خلصتوش. سامحني مش منا بالطبع، باش يصبونا الغومبورسمون، نجيب لك 500 توا. قول مش تبيع مروحو معناها لو طوني نكملو يومات اخرين. خير من بلاش، خلي يسكت علينا شوية. عايش خويا، لحظة بركة. تفضل، سامحني عايش خويا. قولو ياميتو ونكملو الباقي باهي، ما فوتش الجمعة الجاية. باهي، أنا كان جيت فارماسي نتاعي راهم ناخو عليكم حتى فرانك. عايشك سليم، عايشك سليم. خير بابا، شو تحس في روحك؟ لا لا باس، لا الحمد لله تفرحت شوية. سافا انت؟ مهم انت سافا. اين نرجع سافا؟ شو عملتلنا فطور اليوم؟ شنو تحب تاكل؟ لا ماذا بيا صحي انا مشخشخ. باه تدل سي عبد العزيز. باه تشوفوا لو كونستانت بيولوجيك كل نص ساعه. اوكي يعيشك ان شاء الله. بس اهلا دكتور بن عبد الله، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ سافا بروفيسور، سافا. لاباس؟ اش عامله فيك الدنيا يا ولدي؟ وقتاش باش ترجع؟ هاني انا نحارب قاعدين. اي درت حقك باش تعاوني شويه. مرحبا بيك في كل وقت. نعاونك باش نعمل. نحبك تجيب حذايا لهنا. ها ان شاء الله. سير ان شاء الله. جيب حذايا الكابيني. ايه داكوردو. اسمعني انا هكا هكا كنت جايك. يا اخي انا تعرضت لك في ثنيه. وقت ليش تعمل هنا؟ والله يا خويا رحت عندكم مع عمل اكسيدون. اي ما تقوليش باش نتلاو بيه بالكدا. لا لا باس، تلاو بيه بالكدا وصافا وباش يخرج ان شاء الله عن قريب. اوكي يعيشك. سون فوت. كلمك. ابيانتو. سلام. We'll be right back.
أفا. عاصم. سلمك. وينو شاطرك؟ اللي تعرف أكثر مني وينو شاطري. وليانا نزلك على جمس. شبيك كأنك متقلق؟ أي متقلق. مانيش راجل باش تغير من ماكش مرأة زادة. فاش قام سابين؟ تعمل الخير. ماذا باقي؟ قلتك مع شمس ما تعجبنيش. عليه؟ سمعت عليا حاجة؟ ولا ريت عليا حاجة؟ نعرف عليك كل شيء. شو متبديش تفلم عليا رامي ما تيكش؟ قلت لك أبعد على شمس. اسمعني شو اسمك؟ توكي شمس تقولي أبعد عليا وما عادش تحكي معايا. توني بدي عليها. قلت لك ما عادش تدور بشمس. خوفتني ذا. ما كانش تضربني. هاني حاطك في مخي. هاو في بيدي. أنس. أنس جارك؟ ليسكم قبلني؟ لا أنت هبلت وغيت تشك في الناس الكل راه. من ناحية هبلت ولا هبلت عندك الحق. وليد عمري ما سمعت عليه حاجة خايب. داخل خارج علينا صحابه الوليد يلعبوا باسكيت مع بعضهم جي يفطر يتعشى ساعات عشرة يا معناتها. أما المشكلة اللي أنا 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 دخلت في لوجيك نتاع وليد نشك في الناس الكل ما أنا عندي ثقة في حتى حد هكا المشكلة في أنا راهو فاهمها الحكاية يا عماد بربي وين ماشي بيك الشيء فالمك بيع عايش بالحرام شان تو اش قولك كان تشوف طبيب طبيب شنو؟ ما نعرفش طبيب يحيى شنية طبيب؟ اش تقصد بطبيب؟ شنو معناتها؟ بعد نمشي متسقي عند بسي نقول له مرتي راه عرفت راجل اخر ومشيت معاه وجابت وليد لصقته لي باسمي انا لا مش هذا شو نقول له معناتها اللي انا ستيريل حكيت هذوما نمشي نحكيهم للطبيب انا حكيت هذوما نمشي نحكيهم لصاحبي ما نحكيهمش للطبيب تفهمي ولا لا؟ وما بيناتها سامحني في الكلمه اذا كان حكيتي ولاو يقلقوك فهمنا؟ ما قصدتش هكا لا لا من غير خش ما يقلقنيش يا ايمن عارف شخرج من فمك ما راجل لا من فمي مش حكيت سماحه مان سي بون هكا كليك هاي تقومه شنو ما قومش شنو؟ يقوم نعملوا تصويره كيس يصلي على يدي قلبي تي والله والله باش يقيس عليك الضوء تي عاد قولي تي يا جماعه جايين عندي كاستينغ من بعد هي ضوء شنو شنو انا جست ضوء جست تصويره الله يربي يهديك وين هوني هاي غادي اه انا صحتك هاي نقصه حاجه ها تبسيمه تبسيمه أما والله ما خدت خاطري يعني. باهي. عسلامة بابا. أهلا شمس. سافا؟ الحمد لله. مادام تكتب معناها سافا لاباس. خير شوية الحمد لله عايش صحيح تعديت جبت لي التويات وليزاناليزا لا كلمت الطبيب قال لي مازالوا ما حضروش وتعديت الفارماسي قالت لي الدواء مقطوع والبنكة مازالوا ما صابوش كي تعديت للبحر لقيت نشحة وانتو كابابا هكا عندك معناها دواء شدك لي 3 أيام دونك لو طون لي عاودت رجعت الفارماسي باهي تخدم الليلة؟ اي نجموش يعوضوك؟ ليه سيبة ما تنكلمك عن إبراهيم يجي وانسك به؟ لا مش لازم نحب نقعد وحدي ترونكيل رايد كان نكتب على روحي شو نجيب بسكوي لايت اللي تحبو عاش بنتي ما حكيت ليش عاملين في الستاج شنو الجو سبا؟ سبا نرمال كهو؟ ما قلت ليش يا اخي ما عجبكش البسكوي مدام جبتو انتي ما نهبني
أيا ميلاش خاولي نمشي نعملو الدورة. واش خص؟ ولا مليت من الدار والقعدة والحصر؟ باهي نمشي نجيب لك صباتك خاطر راه ما تنجمش تخرج بشليكة. أيا باش تلقاني سابقك. هاي ليليا. اهلا سليم. شوف ما طلعتش اليوم. ما في بالك غطى شويه في السبيكتاكل نتاعي اون بلوس دو سيون ديبلاسمون. خساره حبيتك تجي حدايا. شنو توحشني ديجا؟ جوست خلقت وحدي. يا اخي انت شفت تقول كلمه باهيه. هاي باهي تو تكلمك بعدين سليم. سيركريز. ليليا. ليليا مرحبا. خليك توحشني. ايجو خالتي. اي ما توحشنيش. توحشتك والله. كان ما جيتش مريض وحالتك حليله راني عملت بميتو من لاسونسيغ مش قاعده بحذيك تو باش قوي فيهم تبات بحذايا. عزيمه تتا سلامه. صحوي لك. سلام. مرحبا يا امي. وبيك. شكون باش يبات حذيك؟ امي انت بيان سور. بالطبيعه شو بيت حذيك؟ اما اذا ما تحبش نروح. لا امي تفضل. بون لازم نمشي عندي ما نعمل. مازال بكري. كنت مش بيت بيعتي تاع شهر المره الجايه. هاي سالو شهر لاباس ناس كبيره تاع عايشه. تفضل امي شبيك واقفه؟ يظهر لي جيت في وقت مش هو. وانت امي كانك فهمت بالغلط. زعما حتى انا قلت هكا. احكي لي انت. اسمع انا ما نجمش نحكيها بصراحه. شنو هذا برب؟ هذا غبوغتاج تعملو؟ تفهمناش هكا يا مال راه؟ كيفاش صورتو يا اخي؟ وين قريت؟ يا اخي شنو اللي ما عجبكش فيه؟ حتى شيء ما عجبني فيه. لي تيمونياج ناقصين، التصوير يعيف، الموسيقى غالطة، المونتاج حموم، علاش هكا برب؟ هنا عملت مجهودي. هذه خدمة باكلي ومزروبة وخايبة ياسر. ماهيش بروفيسيونيل حتى تعرف وماهيش تتعدى. مش أنت اللي تقرر، سي رؤوف هو اللي يقرر. لا يا للا، أنا اللي نقرر وقلت لك ما تتعداش. تتفاصل انت ما يعجبك حد شيء. مانيش انا اللي ما يعجبني حد شيء، انت اللي انكومبيتونت وخدمتك خايبه. انكومبيتونت محسوب انت على جاب سبيتش تكتب فيه في النهار ولا تقرا في الاخبار باش تولي لا كومبيتونس كلها؟ اخرج علي اخرج علي. بيكم شو الحس ده؟ ريتها ريتها كي جات تخدم البارح تو ولات تبوربه نوصل ما خدمتها تعايف وبلوس تسمم عليا. باهي كلمه توا شبيك امال برشد بيروك كلم فيك بيناتنا ليامات يمشي شد بيروك. ريتها كي تهدد فيا ريتها قليلة التربة. كلمة واي عايشك يلزمك تنقلها من السيرفيس روف هكا تونسيون وعركن بنقلها. طردها زيد انطردها امان. هاجر شبيك شبيك يا هاجر كلمة توا عمري ما ريتك هكا كلمة توا. ماكش بتاخد بخاطري معناها يا هاجر عايشك ماهيش ماخذة بالخاطر الحكاية انطردها توا. اي طردها. شو يا سي روف يا انا يعني ليندا
نجم نحكي معاك شوية؟ عندما نحبك تسمعني عايشك. أيمت الثورة جابونا واحد مخيط بالكرتوش بينحي وموت، عاد نهارين في الكومة وبعد توفى. وقت اللي جيت نعمل في الرابور دو ديسيم تاعو جاني واحد قال لي حط لي مات بكريس كاردياك. قلت له امبوسيبل، ما نعملش عملها كيما هكا. وعملت الرابور نتاعي كيما لازم يتعمل. بعد الثورة وقت اللي عملوا القانون نتاع تعويض الشهداء، العائلة نتاع الراجل هذا طلبوا باش نخرجوا الجثة نتاعهم ويعاودوا توبسي أخرى. كي جاو يشوفوا يلقاو الراجل مخيط بالكرتوش والرابور نتاعي فيها نوبات كريس كاردياك. نفهم اللي هما دلسوا الملف. بالسور دلسوا، بلاش عملوا له، وجات في راسي انا. من بعد شنو صار؟ شنو اللي صار؟ طرت من خدمتي، شكيت، محاكم، تمرميت، فضايع، وهاني قدامك. ما نجمت تثبت شيء؟ اثبتنا من بعد عامين حاجه هكا، جبنا خبير واثبتنا انه الرابور كله مدلس واني مش كتيبتي. معناتها انت ما رجعت لخدمتك؟ ما رجعتش لخدمتي، خاطر نستنى في الحكم. محامي قالتها ان شاء الله على ايمتى هذوما يخرج الحكم. اون فوار تو نشوفو. فرانشمون ما لا حكايه. معناتها ليندا تفهمني، معناتها تصور ان كنت انا اول مره كي قابلت تكوني في الكلينيك جي نسلم عليك نقول لك السلامه يا حبيبي بن عبد الله معاك طبيب مكسر. لا تصور تكون طبيب وجراح وعندك السمعه نتاعك في البلاد، وبعد تجي تقوم في الصباح تلقاك وليد حد شيء. حد شيء وليد شهيدي اللي قريته الكل، السمعه نتاعي كله مشي. تفهم فيا ولدي؟ وي صعيب. صعيبة ما نجمش تحكي حكايه هكا فاسيلمون. نجمش حتى نتخيلها. ولا هذا هي واش حابين نحكي لك. معناتها بعد ما صار لي هذا الكل قعدت في الدار، ضربتني الحيوط، فديت، قلقت، لي ديبريسيف، ديبريسيون ورا ديبريسيون، ديبريسيون ورا ديبريسيون. شخرت قعدت في الدار، عندي شويه فلوس في البنك، مشيت انفستيتهم في ليبراري، عملت مكتبه، قلت نحب نكتب وكا وما نخدم، صرف على داري. كا وهاني قدامك. تو كوراجو. نو فريمون لي بالحق. نجم تقول انا هاني توا خرجت من حكايه دخلت في حكايه اخرى توا. ما صار علي اوفا. ما ان شاء الله ترجع لخدمتك واللي قاعد تتعدى بيا ذا كله تو يمشي على روحه سيغتينمون جور. فهمتني ولا لا؟ لا نحب معناتها فهمتني. فهمتك وصدقتك. مش سمعت لي برك، فهمتني، نحبك تفهمني. فهمتك وسمعتك وصدقتك سي بون. يعطيك الصحة اللي سمعتني وميرسي اللي فهمتني سيرتو. تعمل وحدك هنا؟ استنى في تاكسي. اطلع تونس. ليه خلي عليك بلاصه بعيده يا بنتي. اطلع انا بيدي قلق نعم في دول. اطلع يا هاي. وين ماشي؟ ها؟ وين ماشي؟ الحقيقة عندي سهرية في دار صاحبتي، أنا ما قلتش لبابا. وين السهرية نتاعك؟ في قمرت. علاه الموسيقى اللي تسمع فيها؟ تحيا يا اخي، انت شتعمل توا في الليل؟
ترى لي النوم خرجنا في دورة. وعليش ترى لك نوم؟ مش شكل كل اللي تيروا عليهم النوم كل كيفك ولي سيركولاسيون من نوي. عندك الحق، مازلت صغيرة، مازلت الدنيا ما عطتكش على راسك. ايه سيء، خليت باي ما كان عام. شنو على بكري؟ العمر يا عام. اسمعني شمس، ما عادش تكذب على ابوك. يحيى يا اخي انا شو عندي عملت؟ كين ديدي نحب نخرج نصر. اما ما تقولوش يا ليتي ما شفتك في هالليل. بوك نحب وما نحبش تكذب عليه. يا ما انت ما كشفت تكذب عليه، جست ما كشفت تقول له. مش كيف كيف. مش كيف كيف. با سبع القرايه. تمشي تقرا قاعدة ولا ايه؟ هيا هكا بين دانس والقراية. عندكم ريسبكتاكل بروشينمون؟ هيا ان شاء الله على قريب انا نحضر. انت شنو صافا؟ هاني قلت لك نوعا ما شوية كي الدنيا، مرة فوق مرة لوطة. ايه وي مرة فوق مرة لوطة.